السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم حصة في مادة النشاط العلمي من كتاب المتعلم والمتعلمة، منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا هاد لا فيديو كتخص الوحدة الأولى، الصحة والتغذية، la nutrition et la santé، وبالضبط الحصة واحد، احتياجات الإنسان الغذائية الخاصة ببعض الفئات، les besoins alimentaires humains selon certaines catégories. الهدف من هذه الحصة وهو تحديد الحاجيات أو الاحتياجات الغذائية لكل من المرأة الحامل، المرضع، الرضيع، والطفل والمراهق وكبير السن. Déterminer les besoins alimentaires de chaque catégorie. وبداية كما العادة غادي نبداو بالصورة ديال الانطلاق وكذلك بقراءة الوضعية الموجودة في ألاحظ. إذن الصورة توضح أفراد عائلة يقومون بأنشطة مختلفة في الغابة وبجانب النهر. إذن الأطفال يلعبون بينما الأب والأم يتنزهان. إذن أثناء نزهة لعب أحمد وأخته حتى نال منهم الجوع والعطش. إذن بقوا كيلعبوا حتى جاهم الجوع والعطش. فتساءل عن نوع الغذاء الذي يمكن أو الذي يتناولانه لاسترجاع قوتهما. اذا بقاو كيسولوا بعضياتهم شنو هو الغذاء اللي ممكن يرجع لنا الطاقه. اذا هنا يمكننا نتسائلوا، اذا السؤال هو هذا اللي سالوا هاد الطفلان يعني احمد واخته. اذا سؤال ديال التقصي والفرضيات غادي نكتبوهم على ورقه مستقله هنايا. اذا الوحده الاولى الصحه والتغذيه، الحصه الاولى احتياجات الانسان الغذائيه الخاصه ببعض الفئات، الصفحه 10 و11. بالنسبة لسؤال التقصي سأكتبه هنا، وسؤال التقصي هو كالتالي: ما نوع الغذاء الذي سيتناولانه الطفلان لاسترجاع قوتهما؟ إذا ما نوع الغذاء الذي سيتناوله الطفلان لاسترجاع قوتهما وطاقتهما، أيضا وطاقتهما. إذا هذا هو سؤال تقصي. إذا الفرضيات، دائما الفرضيات أبدأ بأفترض أن. إذا أفترض أنه لاسترجاع القوة والطاقة يجب ماذا؟ يجب تناول السكريات والدهنيات. إذن السكريات والدهنيات تمكننا من استرجاع قوتنا وطاقتنا، مفهوم؟ إذن الآن نمر بعد دراسة سؤال التقصي والفرضيات، سنمر للتأكد من صحة الفرضية، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ إذا نمر إلى ركن أتحقق للتحقق من صحة الفرضية. أتحقق: أولا، أقارن حاجيات غذائية يومية لفئات عمرية مختلفة من البروتيدات والسكريات والدهنيات والكالسيوم والحاجيات أو الحاجات الطاقية وأعبر. إذا هنا عندنا الرضيع، الطفل، المراهق، الراشد والمسن. وبينما في الكولون الأول عندنا طاقة بوحدة حرارية، البروتيدات، الدهنيات، السكريات والكالسيوم. لاحظوا بالنسبة للطاقة عندنا 4600 بالنسبة للرضيع يستهلكها الرضيع، بينما الطفل 10300، المراهق 12300، الراشد 10500، ثم المسن 8000 كيلو كالوري. إذا هنايا الطاقة، لاحظوا الطاقة كأنها تصعد وتنزل. إذا تصعد نحو المراهق والراشد ثم تنزل عند المسن، يعني المسن لا يحتاج إلى الطاقة بشكل كبير. نفس الشيء بالنسبة للبروتيدات، ونفس الشيء بالنسبة للدهنيات، ونفس الشيء بالنسبة للسكريات. بينما الكالسيوم، لاحظوا الكالسيوم 600 بالنسبة للرضيع، 900 بالنسبة للطفل، 1200 بالنسبة للمراهق، 800 بالنسبة للراشد، ونفس الشيء بالنسبة للمسن. المسن يحتاج إلى كالسيوم لتقويم العظام، مفهوم؟ إذا 1100. إذن هذه هي الحاجيات الطاقية للفئات العمرية المختلفة. بالنسبة للسؤال، سؤال ألف، أذكر فئتين تحتاجان للطاقة بشكل كبير. إذن غنمشيو للطاقة
وغنشوفوا فين هما الفئتين اللي كيحتاجوا بزاف للطاقة. إذا عندنا مراهق 12300، ثم يأتي بعده الراشد ب10500. إذا المراهق والراشد، إذا المراهق والراشد هما الفئتان التي تحتاجان للطاقة بشكل أكبر أو بشكل كبير. السؤال الموالي سؤال باء، أحيط بدائرة العنصر الغريب. إذا العنصر الغريب غادي نحيطو بدائرة من بين أسباب تغير الحاجيات الغذائية للفئات الواردة في الجدول. إذا واحد من بين هذه الأربعة هو عنصر غريب. إذا العمر والنمو حاجات أو الحالة الوظيفية، وهنا الجنس. الجنس نعم الجنس هو العنصر الدخيل هنا، لأنه العمر لاحظوا العمر مع ازدياد العمر تزداد الحاجيات. النمو عندنا الحالة الوظيفية، فهم بالنسبة للرضيع الطفل المراهق الراشد المسن، بينما الجنس لا يتدخل هنا في الحاجيات الغذائية. إذا نمر إلى السؤال الموالي، سؤال 2 ألف. سؤال 2 ألف، أقارن حاجيات غذائية يومية للمرأة في حالات وظيفية مختلفة ثم أعبر. إذا حالة المرأة عندنا مراهقة غير حامل حامل ومرضع، كان كاين فرق ما بين الحالات بأربعة. هنا الطاقة بوحدة حرارية، يعني كم تستهلك المرأة من الطاقة في هذه الحالات الأربع، بروتيدات دهنيات سكريات كالسيوم وحديد. نسبة للمراهقة تحتاج 10000 وحدة حرارية، الغير حامل 8500، الحامل 10500، والمرضع 11000. لاحظوا إذا الطاقة ترتفع عند المرأة الحامل وكذلك بالنسبة للمرأة المرضع. لماذا المرأة الحامل؟ لأنه كيكون عندها واحد الجنين في بطنها، وبينما المرأة المرضع هي لديها رضيع، يعني ترضع ابنها، وبالتالي تحتاج إلى طاقة بشكل كبير. نفس الشيء بالنسبة للبروتيدات الدهنيات السكريات الكالسيوم والحديد. نمر إلى إجابة عن الأسئلة، أكتبوا صحيح أو خطأ. تحتاج المرأة الحامل لكمية أكبر من الغذاء أو من الأغذية والطاقة مقارنة مع المرأة غير الحامل والمراهقة. هنا الإجابة صحيحة، صحيح. لماذا؟ لأن المرأة الحامل لديها جنين وبالتالي تحتاج إلى كمية أكبر من الأغذية والطاقة. تحتاج المرأة المرضع لكمية أصغر من الأغذية والطاقة مقارنة مع المرأة الغير الحامل. إذا هنا خطأ. لماذا؟ لأنه المرأة المرضع لديها رضيع وبالتالي تحتاج إلى كمية أكبر من الطاقة وكذلك كمية أكبر من الأغذية لترضع صغيرها أو رضيعها، بينما المرأة غير الحامل لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة والأغذية لأنها ليس لديها رضيع وليس لديها جنين. نعم، إذا انتهينا من الصفحة 10 وسنمر إلى الصفحة الموالية وهي الصفحة 11. ثالثا، يمثل الجدول 3 حاجيات غذائية وحاجيات طاقية للرضيع حسب العمر والكتلة. إذا هنا هذا الجدول هذا كيمثل الحاجيات الغذائية والحاجيات الطاقية بالنسبة لواحد الرضيع. إذا حنا هنايا كندرسوا الحالة ديال الرضيع، مفهوم؟ إذا يعني عنده شهور. إذا العمر بالشهور، الكتلة بالكيلوغرام، الحاجيات من البروتيدات، الدهنيات، السكريات، والطاقة بوحدة حرارية. سؤال ألف، أصف تغير حاجيات الرضيع الغذائية والطاقية. هنا السؤال هو أننا خصنا نوصف تغير ديال الحاجيات. إذا الحاجيات تتغير مع ازدياد العمر بالشهور. إذا لاحظوا شهر 3 الكتلة كانت 6 كيلوغرامات، بينما في شهر 9 9 كيلوغرامات، بالنسبة للشهر 15 13 كيلوغراما. ونفس الشيء بالنسبة للبروتيدات الدهنيات السكريات ترتفع، كذلك الطاقة ترتفع. إذا كلما زاد عمر الرضيع كلما زادت ماذا؟ زادت احتياجاته للغذاء والطاقة. إذا نقول حاجيات الرضيع الغذائية والطاقية تزداد مع ازدياد عمر الرضيع أو عمره. إذا نكتب حاجيات الرضيع ماذا؟ الغذائية والطاقية تزداد مع ازدياد عمره، مفهوم؟ اذا العمر ديالو كيخلي الكتله ديالو تزاد،
كيخلي الحاجيات تكون كبيرة، مفهوم؟ ب، أحدد سبب هذا التغير. إذا السبب هو ازدياد العمر يجعل الكتلة أكبر، تزداد الكتلة، ثم تزداد الحاجيات. جيم، استنتج. ده استنتاج سهل جدا، نستنتج أن الأغذية تساعد على ماذا؟ تساعد على بناء الجسم أثناء النمو. ثم أيضا إذا كلما زاد عمر الرضيع كلما زادت ماذا؟ حاجاته الطاقية والغذائية. الطاقية والغذائية الحاجيات ديالو كتزاد. نمر إلى السؤال الرابع أو النشاط الرابع. يمثل الجدول أربعة حاجيات شخص من الطاقة حسب أنشطة الجسم. إذا عندنا النشاط، النوم، المشي، ركوب الدراجة، قطع الخشب والجري، وعندنا الطاقة المستهلكة أو اللازمة في كل نشاط. 272 بالنسبة للنوم، 836 بالنسبة للمشي، 1714 الدراجة، 2000 بالنسبة لقطع الخشب، والجري 2382. إذا سنجيب على الأسئلة. سؤال ألف، أقارن وأعبر كتابة. إذا غنقارن وغنعبر كتابة. إذا هنايا الملاحظة بسيطة جدا، وهو أن الحاجيات تختلف مع اختلاف الأنشطة. إذا تختلف ماذا؟ تختلف حاجيات الجسم من الطاقة مع اختلاف ماذا؟ الأنشطة. مع اختلاف الأنشطة أو مع اختلاف حدة النشاط. ب، استنتج علاقة النشاط الجسماني بالحاجات الطاقية. إذا من طبيعة الحال بأن النشاط الجسماني له علاقة وطيدة بالحاجات أو الحاجيات الطاقية. إذن هنايا غادي نديرو كاستنتاج، ترتفع حاجة الجسم، إذن حاجة الجسم للطاقة ترتفع مع ازدياد حدة النشاط. إذن كتزاد حدة النشاط كترتفع حاجة الجسم للطاقة. لاحظوا في الجدول أنهم كيحتاج فقط 272 طاقة حرارية، بينما ركوب الدراجة 1700، قطع الخشب 2000، الجري 2382. إذن ازدياد حدة النشاط يرفع من حاجة الجسم للطاقة. الآن نمر إلى السخليس. السخليس ما عندكمش في الكتاب هنايا، غادي نكتبوها في ورقة مستقلة، انتبهوا معي. إذن السخليس تمكننا الأغذية المتنوعة، اكتبوا معي، التي نتناولها من تغطية ماذا؟ حاجيات الجسم أو جسمنا من المواد الغذائية والطاقة اللازمة. نعم، لكل فئة ماذا؟ عمرية، لكل فئة عمرية حاجياتها الخاصة التي تتغير حسب العمر والجنس والنمو وحالة الجسم الوظيفية. ثم أيضا يرجع ارتفاع حاجيات الحامل، يعني المرأة الحامل والمرضع، لما يحتاجه ماذا؟ الجنين. لما يحتاجه الجنين والرضيع، هذه قلناها. أيضا ثم الاستنتاج الأخير، تساعد الأغذية على أو في بناء الجسم
أثناء النمو أخيرا ترتفع حاجة الجسم للطاقة مع ازدياد حدة النشاط أو ازدياد النشاط. داكوغ، إذا هذا هو الاستنتاج اللي نستنتجوه في الدرس هذايا، وغادي ندوزو الآن باش نطبقو داكشي اللي تعرفنا عليه. أطبق أطبق جابليك. السؤال الأول أو النشاط الأول، تخضع مجموعتان من الفئران الصغيرة إلى تغذية كافية من حيث البروتيدات مع اختلاف طبيعتها. أحد بروتيدات الحليب الجبنين باللون الأزرق، أحد بروتيدات الذرة الزينين باللون الأحمر. ويلخص المبيان جانبه ظروف التجربة والنتائج المحصل عليها، وحلل النتائج المحصل عليها. لاحظ لأن هذا المبيان هذايا يوضح لنا الكشف عن دور البروتيدات في نمو الجسم. إذا هنا كما تلاحظون، هنا الزينين بالأحمر، وهنا الجبنين بالأزرق، هنا وتوالي الأيام كتلة الفئران تزداد مع توالي الأيام عندما يستهلك الزينين أو لا عندما يستهلك البروتيدات. إذن هنايا النتائج، تحليل النتائج، ممكن أن نقول زاد نمو الفئران وقل احتياجه للجبنين، وزادت احتياجاته لبروتيد الزينين. يعني كلما نما هذا الفأر، يعني كلما زاد عمره كيحتاج للزينين أكثر ما يحتاج للجبنين، صافي؟ إذا الكتلة ديالو ترتفع. استنتاج هو أنه استنتج بروتيدات الأفضل لنمو الفئران. إذا البرو بروتيدات الأفضل لنمو الفئران هي بروتيدات الزينين. بروتيدات الزينين، صافي؟ إذا هي بروتيدات الزينين. ندوزو لا دوزيام كاستيون. جو رومبلي لي فيد باغ لاج، لينيرجي اي كروسونس، لي بوزوان اون اليمون اي اون انيرجي. حاجيات الغذائية والطاقية ديبوند، يعني تتعلق بايش؟ ديبوند دو لاج، لاج دو سكس، دو ليتا دو كور، الحالة الوظيفية، اي دو لا كروسونس. داكوغ؟ دونك لي بوزوان اون اليمون اي اون انيرجي ديبوند دو لاج، دو سكس، دو ليتا دو كور، اي دو لا كروسونس. وبهذا غادي نكونو كملنا هاد لا فيديو. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.